تقديرا وحبا وامتنانا قلت ودعت الأهل متعني الأنبار، وأمانة هواي قالوا سلمنا، بس سهل لقفتهم وسط بغداد شنهم غادروا ووصلوا قبلنا، لأن كل بيت طبلة بيت نلقاه ما سافرت يمكن ذولا هم. أقسم شفت خوت بهاي العيون وخواته على البعد، إي والله هم ما وارد تسلم هيك وتفوت من تسمع هلا يعني التدنى، هلا تفضلوا حرام ولا التعشون، الهلا بصوت المعزب بيها رنة، هلا تفضلوا حرام ولا التعشون، الهلا بصوت المعزب بيها رنة بيها رنة، تعشينا وغفينا وهم صاحين يصبون قهوة حتى الحلمنا. الى اخر القصيده والله ما تحضر طبعا، لان اكو فجوه سويت التشرخ بهذه الفتره.